بسم الله الرحمن الرحيم صفات المؤذن والأذان. هناك صفات عدة في المؤذن وكذلك في الأذان. فالصفات في المؤذن أن يكون مسلما. فلا يصح الأذان من الكافر. الأمر الثاني والصفة الثانية أن يكون المؤذن واحد فقط. فلو أذن واحد بعض الأذان وكمله آخر لم يصح. فإن أذن واحد بعضه ثم حدث له ما يمنعه من إكماله فإن الآخر يأتي ويبدأ من جديد. ثالثًا: أن يكون المؤذن ذكرًا، فلو أذنت امرأة أو خنثى لم يصح. والخنثى هي المشكل التي لها آلة ذكوره وآلة أنوثه ولا يعلم هل هي ذكر أم أنثى. وإن أذن الصبي المميز جاز أذانه وصحّ لأن صلاته صحيحه. الرابع يشترط أن يكون المؤذن عاقلاً فلو أذن المجنون لا يصح لأن ليس له قصد. المجنون ليس له قصد. والأذان عبادة تحتاج إلى نية إنما الأعمال بالنيات الخامس أن يكون المؤذن صيتا وهذا أمر مستحب يعني يكون صوته حسن وهذا ليس بواجب فالواجب أن يسمع من يؤذن لهم فقط لكن إذا كان صوته حسن فهو أحسن أن يكون كذلك ومكبرات الصوت تزيد في الصوت الآن قوة وحسن ولا محظور شرعي في استخدام هذه المكبرات. من الشروط او من الصفات ان يكون امينا. امينا وعدلا عداله ظاهره وظاهر المذهب ان ذلك سنه. ان اشتراط الامانه سنه. قال ابن عثيمين والصحيح ان اشتراط الامانه واجب. لانه سيكون امينا على الوقت على دخول وقت الصلاة فيؤذن لوقتها، وامينا ايضا في بعض الاوقات التي يرتبط بها عبادات اخرى كالصيام، سواء كان في الامساك او في الافطار، فاذا لم يكن امينا فانه يخشى ان يؤذن في غير وقت الصلاة. سابعا ان يكون عالما بالوقت، ان يعرف الوقت بنفسه لكن قد يتعذر انه يعرف الوقت بنفسه فيخبره الناس بالوقت مثلا كالأعمى وإن كان الآن فيه ساعات يستطيع الأعمى أن يحدد الوقت بدقة قالوا لأن ابن مكتوم كان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت فهنا من صفات المؤذن أن يكون عالما بالوقت بنفسه والعلم بالوقت طبعاً يكون بالعلامات الظاهرة كالنجوم ونحوها، والآن الحمد لله في وقتنا الحاضر الاعتناء اعتني بالوقت وبتحديد الوقت، وأصبح هناك التقاويم والساعات التي تحدد الوقت بشكل بشكل دقيق لا يخفى على الناس هذا الأمر. صفات المؤذن اثناء الاداء. من صفات المؤذن ان يكون متطهرا من الحدث الاكبر والاصغر. وهل هذا واجب ام سنه؟ قالوا هو سنه. ويكره اذا كان عليه جنابه لانه لا يجوز له اللبث في المسجد. الامر الثاني ان يستقبل القبله عند الاذان. وايضا قالوا هذا سنه. أن يكون مستقبل القبلة حال الأذان، لأنها هذا الذي ورد، ولأن الأذان عبادة والأفضل في العبادة أن يكون الإنسان فيها مستقبل القبلة. أيضاً من الصفات أن يجعل إصبعيه في أذنيه متلفتاً في الحي على يميناً وشمالاً، يعني إذا قال حي على الصلاة وحي على الفلاح. والحكمة من الالتفات هو إبلاغ الناس من اليمين وإبلاغ الناس. من الشمال لكن من أذن الآن بمكبر الصوت فإنه يسمع الناس ولو التفت لأدى ذلك إلى الضعف وبالتالي فإنه لا يلتفت على ما ذهب إليه ابن عثيمين رحمه الله صفات الأذان عدد جمل الأذان خمسة عشر جملة الله أكبر أربع مرات والشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله مرتان وأشهد أن محمد رسول الله مرتان والحي على تاني أربع حي على الصلاة وحي على الفلاح وأربع تكبيرات وفي آخره مرتان والتوحيد واحدة فالمجموع خمسة عشر جملة إذا أذان خمسة عشر جملة ذكر بعضهم وهذا هو المشهور المذهب ذكر بعضهم أن هناك من قال 16 ومنهم من قال 17 لكن المشهور والمتعارف عليه ومن اعتاده الناس الآن أنها عشر جملة وقالوا كل ما جاءت به السنة من صفات أخرى فإنها جائزة لكن الذي ينبغي أن يؤذن به هذا هو ما تعرف عليه الناس حتى لا يحصل تشويش لكن لو أذن بهذا تارة وبهذا تارة ولم يحصل تشويش فإنه ايضا يتبع متبع للسنه وهنا قيود في صفه الاذان القيد الاول لا يصح الاذان الا مرتبا كاركان الصلاه يعني يبدا بالتكبير وينتهي بالتوحيد لا اله الا الله ايضا متواليا ان يكون متواليا بحيث لا يفصل بعض عن بعض وأيضا أن لا يكون يعني مطربا به بشكل زائد طبعا يصح الأذان المطرب به كما أن يجر ألفاظ ولكن ذلك مع الكراهة يجر ألفاظ الله أكبر وبتلحين قالوا هذا يصح لكنه مع مع الكراهة فلا يطرب به لكن لو اطرب به صح ويصح اذا كان فيه لحن لكن هذا اللحن لا يخالف قواعد اللغه العربيه ولا يحيل المعنى اذا اللحن ينقسم الى قسمين الاول لا يصح معه الاذان وهو الذي يتغير به المعنى كما لو قال الله اكبر فهذا لا يصح لان اكبر لها معنى اخر مختلف والثاني قالوا يصح به الأذان مع الكراهة، وهو الذي لا يتغير به المعنى، كما لو قال الله أكبر، فإنه يجوز في اللغة إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوا. أيضاً لا يجزي الأذان قبل الوقت، لأنه شرع للإعلام بدخول الوقت، فإذا كان قبل الوقت فإنه لا يجزي. أيضاً رفع الصوت بالأذان ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمع يعني أن يرفع الصوت بالأذان حتى يعلم الناس لأن المراد منه الإعلام من جمع بين صلتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما يعني إذا جمع بين العصر والظهر في وقت العصر فإنه يؤذن أذان واحد ثم يقيم لصلاة الظهر فيصليها، ثم يقيم لصلاة العصر فيصليها، ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. مسألة إذا تشاح في الأذان اثنان فأكثر، إذا تشاح في مسجد لم يتعين له مؤذن قدم أفضلهما فيه. أي أقومهما في الأذان من حسن الصوت والأداء والأمانة إلى غير ذلك من الصفات لقوله سبحانه وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين فإن لم يتفضل أحدهم على الآخر يعني كلهما في هذه في درجة واحدة فيختار الجيران أو أهل الحي من يرضون به والمسؤول عن شؤون المساجد لابد أن يكون له في هذا الاختيار رأي وهو المسؤول عن ذلك ثم بعد ذلك القرعة والقرعة أمر شرعي فإنه إذا تساو فإن المخرج من ذلك القرعة يقرع بينهما فمن وقعت عليه القرعة فإنه يكون هو المؤذن والله أعلم